اكلت مكسرات؟ لا ما اكلت. بتعرف ما بحبهم بس انه كانوا بشهوا كثير الصراحه. اها رمضان موسم الجمعات والعزايم والاصحاب والعائله يلي فيها كثير تفاصيل هيدي العزايم، مهما كنت مفكر حالك خلص صرت خبير بفكره العزايم، اوقات كثير بتصير مواقف ممكن تحط بعض الاشخاص باحراج، سواء كنت عازم او معزوم، في اتيكيت ممكن كثير يسهل عليك التحضير للعزيمه. يعني خلينا نقول في اصول، يعني نعزم امتى ونعزم مين مع مين ومين مش مع مين. طيب لو انا معزوم اجي قبل العزومه بقد ايه؟ مشكله كبيره دي. واقعد قد ايه؟ يعني افضل قاعد عند الناس قد ايه؟ طب هاخد معايا هديه وايه الانسب؟ لازم تاخد هديه طبعا. ايه الانسب؟ يعني ايه انسب هديه ممكن ان انا لازم اخدها وانا رايح العزومه؟ يعني اكيد خليك انت والكنافه بالمانجا. في كثير تفاصيل اتيكيت بالعزايم خلينا نتعلمها مع خبيره الاتيكيت عبير فوزي يلي حتنضم لنا مباشره من مصر. اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك. اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. رمضان كريم عليك يا رب يا عبير. طيب يعني لو هنتكلم لو هنتكلم على فكره العزومه وان يبقى في اتيكيت للعزومه، يعني قول لنا كده بعض القواعد اللي احنا لازم ناخد بالنا منها لو حد كلمنا في التليفون وقال لنا انتم معزومين على الفطار او السحور. اولا لو حد اتصل بينا بيعزمنا على الفطار، المفروض ان اللي بيتصل بيا ده بيعزمني قبلها على الاقل ب5 أو 7 أيام. انا بقى بستقبل العزومه بالتاكيد ان انا بشكره واني باكد عليه ان انا هحضر العزومه، ما ينفعش يكون في مماطله في العزومه. طيب هشوف وقتي مناسب ولا لا؟ لا، انا لو موافقه والوقت مناسب اني هروح العزومه باكد على اللي بيعزمني ان انا هروح العزومه. بوصل قبل العزومة في عزايم الفطار ب10 دقايق. لو الصلة قوية بيني وبين صاحبة البيت ومتفقين مثلا ان انا هروح لها بدري هساعدها هحضر معاها الفطار وهي موافقة ومرحبة بكده بروح لها بدري عادي، انما احنا رايحين على عزومة فطار بنروح قبل اذان المغرب ب10 دقايق. حلو. 10 دقايق. طيب انا مثلا اذا حابه اعزم الناس مع بعضهم بس مش حابه كتر العزايم عندي بالبيت، كيف اعرف مين اعزم مع مين؟ يعني كيف اجمع بين مجموعات الاصحاب؟ بصي احنا بنبعد دايما ان احنا نجمع الناس اللي احنا عارفين ان هم مش على علاقات كويس، منع المشاكل والاحتكاك. احنا في عزومة يعني وقت لطيف ووقت جميل، ما نجيبش ناس عارفين ان في ما بينهم مشاحنات ونقول علشان هنصالحهم او هنقعدهم مع بعض. وبنقول دايما ان في الاول الاهل، تبقى عزومة الاهل لوحدها، الاقارب المقربين الناس القريبين ليا، الوالد والوالدة والحما، يا جماعة يعني ضروري جدا وبقول ان احنا بنبدأ بيها هي اول يوم، مرادة ليها ومرادة للزوج. وفي نفس الوقت بعد كده بعد الأهل والأقارب بنبدأ في عزايم الأصحاب. الأصحاب بيكون ليهم يوم لوحدهم، بلاش نجمع بين الأهل وبين الأصحاب. بلاش نجمع ما بين الأهل وما بين الصحاب. هي وجهة نظر والله كلنا بنقع فيها. يعني خلي يوم للأهل ويوم للأصحاب. طيب هو يعني أنت قلتي حاجة مهمة جدا إن أنا أروح قبل الفطار بعشر دقايق. احنا مثلا عندنا في مصر بنسمع في كلمه كده بتطلع من اي حد خاصه لو في عشم يقول لك هو انت جاي على الاكل على طول؟ يعني نمشيها ازاي؟ يعني نمشيها تبع الاتيكيت ونيجي 10 دقائق فنقعد والسفره جاهزه وكل حاجه، ولا لا احنا نيجي قبلها عشان نبتدي ان احنا نقعد نتكلم شويه ندردش شويه الكلام ده؟ لا، الكلام ده لو في غدا عادي او في عشاء ممكن نروح بدري شوية عادي، نروح قبلها حتى لو بساعة، إنما الفطار المفضل إنه يكون 10 دقايق. إحنا في صيام، صاحبة البيت عندها تحضيرات أكتر من الأيام العادية، مفيش وقت للكلام وللحكايات، إحنا ناس صايمة،
فهو بيفضل 10 دقايق، وصاحبة البيت هي اللي بتستقبل ضيوفها بنفسها، بيكون بيتها جاهز، ريحته حلوة، مفيش ريحة الأكل هي اللي مقابلانا، لابسة لبس استقبال أو لبس خروج، ما ينفعش نقابل الضيوف أو بيجامة. الناس اللي جاية تفطر معانا بلبس البيت، أصلا أنا كنت ملخومة في المطبخ أو مشغولة في المطبخ، لا أنا بستعد وببقى جاهزة قبل المغرب بربع ساعة، وأكلي بيبقى على السفرة جاهز وفي انتظار ضيوفي. 10 دقايق اللي هيدخلوا فيها الضيوف يقعدوا على ما نسلم ونقعد، هيكون المغرب أذن، بنبدأ الفطار. طيب أنا إذا حدا عزمني على عزيمة، السؤال اللي كان عم بسأله خليل قبل شوي، شو آخد معي للعزيمة؟ يعني شو آخد هدية معي؟ اولا برضو ده حسب الصلة الخاصة بصاحبة البيت، لو صاحبة البيت صديقة او من الناس المقربين ليا اللي سهل ان انا اسألها واتكلم معاها، اسألها مش عيب، اقول لها انت مثلا محتاجة ايه او ناقصك ايه اجهولك معايا، حاجة خاصة بيها، حاجة خاصة بالمطبخ، هتعملي حلويات، طب بلاش تعملي حلويات انا هجيب الحلويات معايا، بيبقى بالاتفاق بصح مع صاحبة البيت. إنما لو ما فيش اتفاق وإحنا مجرد أصحاب أو ناس معزومين، بيفضل طبعا في رمضان دايما إن إحنا بناخد معانا حلويات كنافة بالمانجا يعني. أيا كان الحلويات، أو حاجة مثلا سيلفر، حاجة بسيطة. وبقول طيب دايما لصاحبة البيت هتنام، يعني كنت اسالك برضو سؤال مهم، اللي هو انا خلاص فطرت، هفضل قاعد في البيت قد ايه بعد الفطار؟ يعني اقعد معاهم قد ايه؟ والله احنا بنقول حسب القعدة، يعني هو يفضل طبعا ما نطولش، لان الناس ديت يعني احنا في الصيام وبنحب نصلي والروحانيات والكلام ده كله، فبقول دايما ايه بعد صلاة العشاء بشوية بنستأذن، لو القعدة مش حاكمة علينا ان احنا نفضل قاعدين وفي روح حلوة وفي حوارات وفي كلام ما بيننا وما بين بعض، مفيش وخلصنا كلامنا وخلصنا قعدتنا، نمشي. بيفضل انها بعد صلاة العشاء بساعة بنمشي، وما ننساش ان احنا نشكر صاحبة البيت قبل ما نمشي، أكيد. ان يعني الفطار كان جميل. الدعاء إذا ايوه فيك تعطينا بملخص، شو هن 3 أشياء أو 3 أخطاء اللي ما لازم نرتكبها بس ننعزم على عزيمة؟ والله، هي الأخطاء اللي احنا اللي المفروض ما نعملهاش واحنا معزومين، ان احنا ما نروحش بدري، ان ما تدخلش في خصوصيات صاحبة البيت وافرض عليها ان انا ادخل مطبخها لو هي رافضة او انا حسيت منها ان هي مش متقبلة، لان في ستات كتير موضوع المطبخ بالنسبة لها شيء خاص، ما بتبقاش عايزة حد يدخل مطبخها. تالت حاجة الإطالة في القعدة، ان احنا في صيام واليوم بيبقى مرهق، قعدنا مع بعض وقضينا وقت لطيف واكلنا وشربنا، خلاص بيبقى كل سنة وانتم طيبين وبننسح يعني نمشي. دعاء كل سنة وانت طيبة، رمضان كريم شكرا عليكي، كثير إليك، نورتينا، شكرا جدا ليكي. تفضلوا.